سوا على الهوا سوا عطول سوا على الهوا ياتيكم عبر أثير إذاعة صباح الخير صباح الخير أمريكا. من يوم اللي تكون يا وطن الموج تذكروا صفحات التاريخ بالكثير من الشخصيات البارزة التي أثرت بشكل كبير في حياة الناس وما زال الناس حتى يومنا هذا ينتفعون بما قدموه من اختراعات، مبادئ، علم، أسس للحياة البشرية وفنون راقية أيضا. شخصية الفنان العالمي جهاد عبدو والفنانة التشكيلية فادية عفاش أثرت وأغنت برنامجنا في الحلقة السابقة من شخصيات صنعت تاريخا. نتابع اليوم حوارنا الشيق الذي تابعه مستمعينا في أمريكا الشمالية والعالم العربي في جزئه الثاني. لا تذهبوا بعيدا، هذه ليلى الحسيني تحييكم أحبتي، أسعد الله صباحكم بكل خير. سوا على الهواء أنا وأنتم والنجم العالمي جهاد عبدو والفنانة الرقيقة والحقوقية فادية عفاش. كونوا معنا أحبتي بعد فاصل قصير. سوا على الهواء سوا طول سوا على الهواء ياتيكم عبر أثير إذاعة صباح الخير صباح الخير أمريكا. من يوم اللي تكون يا وطن الموج. مرحبا بك يا أستاذ جهاد، صباح النور عليك وعلى مستمعينا الأعزاء، وأيضا أرحب بالسيدة فادية عفاش معنا في حلقة متابعة فيها لبرنامجنا معك في الحلقة السابقة شخصيات صنعت تاريخا وأثرت تاريخنا العربي. صباح النور وشكرا جزيلا مرة ثانية. شكرا يسعد لي صباحك. أهلا وسهلا فيك يا أستاذة فادية. أستاذ جهاد، خلينا نتابع من نقطة ما انتهينا. خيار الهجرة إلى أحد البلدان الغربية يمكن فرض نفسه على المواطن السوري. الأسماء السورية البارزة التي هاجرت في مجالات شتى في ظل الأحداث التي هزت البلاد. الفنان جهاد عبدو والفنانة التشكيلية فادية عفاش كنتما أحد الفنانين السوريين الذين أجبرا على خوض التجربة. استعير عبارة لك سيدة فادية وأخرى لك أستاذ جهاد. سورية، قلت سيدة فادية، سورية مثل أغلب البلدان العربية مستوى حقوق الإنسان لديها متدني. ليس الشعب السوري هو من قرر القيام بالثورة، بل أطفال سوريا الذين ظنوا أن هناك أمل. أيضا أستاذ جهاد، استعير عبارة لك، لا أستطيع إلا أن أحزن على هذه البشرية التي تقتل مفكريها. أنا شاهد على ذلك في بلد اسمه سوريا، حيث قتل وما زال يقتل كل شخص يحمل أملا بالخلاص. هل فقدان الأمل هو من وثق أستاذ جهاد أسباب خروجك من سوريا؟ والسيدة فادية أيضا، نبدأ معك أستاذ جهاد. شكرا. بصراحة أنا كنت من الرافضين لأنه أطلع من بلدي لمجموعة من الأسباب، أهم حياتي ومهنتي ونجاحي وإلى ما هنالك، وطبعا البعد عن العائلة والبعد عن المكان اللي عاش فيه الإنسان وبيرتاح فيه بعمره ما كان سهل. يعني بنطلع أحيانا بنترك بيتنا وبنروح على مدن سورية لنصور، ما بنصدق إمتى نخلص، مع أنه بنكون عم ننبسط وعم نستمتع بوقتنا وعم نحقق شيء جميل لمستقبلنا، بس انه الايمتى بدي ارجع على البيت. فلما بال 2010 وقت اللي صارت الامور، صاروا يعتقلوا الفنانين وكل الناشطين السلميين، من بيناتهم اصدقائنا، يعني ميس كاف، شو بدي احكي لك، فارس الحلو، علي فرزات، الاسماء الكبيره، بغض النظر عن العمر او عن الجنس او عن بغض النظر، وكانوا يتعرضوا لتعذيب وإهانات وكذا. فأنا بصراحة خفت. علي فرزات كسروا أصابيعه، يعني عمره 74 سنة، خطوطيف الساعة 5 الصبح كسرت أصابيعه، أهله لمالك جندلي العازف البيانو، اللي هن اثنين كبار بالعمر، حبسوا بالحمام وانضربوا وانحبسوا 4-5 ساعات بالحمام، ممنوع يطلعوا إلى ما هنالك، وكان شيء مذهل. فأنا بصراحة طبعا اللي خاف أكثر مني هو زوجتي. أنا خفت بس زوجتي ما عادت تقدر تنام، وكانت بهالفترة عم تدرس بأمريكا، فقالت لي اطلع، قلت لها أنا ما رح أطلع. صحيح كانوا يضغطوا عليني كتير أني أظهر على التلفزيون وأني
يعني امدح الرئيس او امدح الجيش او بارك الجيش السوري، بس انا الى حد ما كنت ارفض او اتهرب لانه بخاف ارفض. ما فيك ترفضي، ما فيك تقولي لا بسوريا، بعمرنا ما كنا نقدر نقول لا. أخبرنا أستاذي يوما عن شيء يدعى الحرية، فسألت الأستاذ بلطف أن يتكلم بالعربية. ما الحرية؟ هل هي مصطلح يوناني عن بعض الحقب الزمنية، أم أشياء نستوردها، أم مصنوعات وطنية؟ فأجاب معلمنا حزينا وانساب الدمع بعفوية: قد أنسوكم كل التاريخ وكل القيم العلوية، أسفي أن تخرج أجيال لا تفهم معنى الحرية، لا تملك سيفا أو قلما، لا تحمل فكرا وهوية. وعلمت بموت مدرسنا في الزنزانات الفردية، ونذرت لئن أحياني الله وكانت في العمر بقية، لأجوب الأرض بأكملها بحثا عن معنى الحرية. ووقفت بمحراب التاريخ لأسأله ما الحرية. أستاذ جهاد، دعني أوثق معك هذه المرحلة الهامة جدا في حياة السوريين، ليس فقط في حياة الفنان جهاد عبدو، وربما من خرجوا من سوريا لأسباب مماثلة. تغيب هذه الصورة تماما عن كل العرب في الخارج وربما في الداخل أيضا، أن السوري مضطهد في الداخل، الحرية الفكرية مضطهدة، معظم السوريين لم يحملوا سلاحا ليعتقلوا. أستاذ جهاد، يعني هذه نقطة حيوية جدا فيها خلط أوراق. أنت شاهد على الحدث، نحن هنا نوثق معك لمرحلة مهمة جدا في التاريخ السوري، ربما نعود إليها لاحقا. أنتم المثقفون العرب، الفنانون العرب، الفنانون السوريون الذين حملوا فنهم، لم يحملوا سلاحا بل حملوا فكرا وفنا وسلاما، كيف توثق هذا أستاذ جهاد؟ يعني نحن بصراحة بسوريا ما كنا نقدر نعبر عن مكنونات فكرنا بكل صدق وكل صراحة، والفنانين كانوا قبل الثورة مفروزين، كنا نعرف بعضنا أنه فلان خاشش، بيقول خاشش يعني عنده علاقات بالأمن وبالقصر وإلى ما هنالك، وفلان لا، واللي لا كان ينحكى عنه أنه درويش ومسكين وما بيعرف من أين تؤكل الكذب، هذا كان التفسير الوحيد إلهم، أو بيكره السلطة أو إلى ما هنالك، ويقولوها شوي أنه هي طائفية أو يعني تعرفي دائما تبريرات. بس أنا بحب نوه لموضوع كتير كتير كتير، وأنا كان علي عين حمراء مثل ما بيقولوا، لأني كنت أبحث عن الحقيقة، ودائما اللي ببحثوا عن الحقيقة بيسببوا ألم وجع رأس. والد صديقي بالسبعينات بمؤتمر صحفي، هو صحافي من شمال سوريا، ذكر بأحد الاجتماعات أنه كان وقت حافظ أسد قال لهم احكوا اللي بدكم يا احكوا كل شيء بقلبكم. فهو طرح سؤال، قال لماذا؟ شوفي يعني شوفي هي سوريا للناس اللي ما بيعرفوها، ونحن دائما بنجيب امثله لحتى كيف تعطي يعني كيف بتقولي لهم عن نمط الحياه، او كيف هي كيف كانت حياتنا، او كيف كان نكهه حياتنا، او شو كان يحكمنا. طرح سؤال امام الصحفيين مؤتمر الصحفيين العرب، قال لماذا القرارات الكبيره في هذا البلد تؤخذ من قبل شخص واحد قضى 14 سنه بالمنفرده؟ مجرد سؤال، طرح سؤال واحد. نعم. طرح سؤال لماذا تدر من شخص واحد، هو ما ذكر اسم،
ما ذكر اسم. هو لو ذكر هذا الاسم يمكن كان قتل. فأنا كنت طبعا لما طلع من السجن رحت زرته، وطبعا الرجل ما شو بده يحكي، شو يعني عن شو بده يحكي هذا الإنسان، عن شو بقى بده. فأنا كان عندي رغبة بمعرفة الحقيقة ونبش، فلذلك في أمور كانت مؤلمة. كنت لما فوت على بيوت صور بالبيوت ناس ما عند يعني شو بدي أحكي، المستوى والمستوى الفقر والحرمان والخوف والرعب اللي كان شكله شرطي صغير أو عنصر أمن بمفرسة الأمن السياسي، كان يشكل رعب على قرية بأكملها. كنا نروح نصور، كانوا يطلبوا مني بما أني أنا يعني بين قوسين مشهور، وأنا كنت أكره هاي الشهرة، لكن كنت أستغلها لحتى يلي الله يخليك يا أستاذ جهاد، إذا بتحكينا معهم بس ما يقطعوا الكهرباء، إذا بتحكينا معهم بس يجيبونا مي، إذا بتحكينا مع كذا بلكي بيحتحكي. كانوا يطلبوا أقل من الحقوق الإنسانية، أقل دون يعني هذا اللي كان. ولما بيقولوا لي أنا الناس إنه طب والله أنت كنت عايش ومبسوط، ليه بدك تغير؟ أنت بدك تنفض الديمقراطية؟ بقولهم لا، أنا كنت مبسوط وعايش ومرتاح بنظركم، بس أنا ما كنت مبسوط لأنه غيري كان يعني مسحوق سحب. في نقطة تانية كتير يمكن أستاذة فادية ممكن جاوبني عليها. صباح النور أستاذة فادية، ومرحبا بك في استكمال لحلقة نوثق فيها تاريخ شخصيات صنعت تاريخنا، النجم العالمي الأستاذ جهاد عبدو، وأيضا فنانة رقيقة حقوقية تجمع بين الرقة وأنها وقفت مساندة للحقوق المدنية والدستورية للمرأة، وأيضا لحقوق الأطفال ولحقوق المواطن السوري بشكل عام. سيدة فادية، موضوع الحرية موضوع جدا مفهومه غير واضح المعالم بالنسبة للعديد من العرب. طالما أنك تعيش، طالما أنه موفر لك رغيف الخبز، هذه الثورات كلها ثورات مصطنعة. أنت أجبتي في جزئية ولم نتابع معك، لكن كلماتك كانت مؤثرة جدا وفي الصميم لبعض المستمعين. أتمنى أن توضحي هذه الصورة ولو بشكل أدق، في توثيقا لمرحلة خروجك إلى الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا خرجت الفنانة فادية عفاش؟ هلا الحقيقة أنا واحدة من السوريين اللي كنت أحلم طول عمري أطلع من سوريا أعيش ببلد تاني، لأنه كنت أحس أنه أنا ما عندي الحقوق الكاملة كمواطنة. هلا كثير في نحن كسوريين تربينا في اسمها ثقافة الدكتاتور، اللي هو بيربي الشعب كاملا أنه ما يعرف حقوقه، عشان هيك بيقبل بالفتات الخبز اللي بتنجدت له وبيقول الحمد لله. يعني مثل ما بيقولوا بيسرقوا بلدنا، وآخر شيء بيعطونا جزء من هالسرقة وبيقولونا لازم تشكروني، وهو هذا حقنا. نحن تربينا كشعب أنه نفكر أنه إذا عطونا جزء من هذا من الجمل إبنه مثل ما بيقولوا نقول الحمد لله ونبوس إيدهم ونشكرهم. بس هذا بالنسبة لإلي، كوني أنا اشتغلت على حالي وثقفت حالي وطول عمري عندي تساؤل، ليش نحن مسروقين؟ ليش نحن شعب ما بنقدر نفتح لنا؟ ليش في شعوب تانية ببلادهم في ديمقراطية وفي عندهم تمثيل ديمقراطي، وليش في شعوب تانية بتقدر تحاسب وتعتبر المسؤولين هم موظفين عندها؟ وهيك المفروض. أنا لما درست المعهد الوطني الإدارة العامة، أجمل الدروس اللي درستها الوظيفة العامة اسمها، وهي المفروض تكون وظيفة مقدسة. الوظيفة العامة هي أنه كل إنسان موظف في الدولة هو خادم للمجتمع، هو عم يؤدي خدمة رفيعة المستوى للمجتمع. هاي كانت وجهة نظري، عشان هيك أنا كنت غير سعيدة لأنه كنت ما عم بقدر غير. حاولت كتير، عملت مشاريع كتير، مثل ما بيقولوا السوري بيصدع الكارات، ما خليت شيء ما حاولت أعمله، وكنت حس حالي دائما مخنوقة. بقى كنت حابة أطلع أدرس برا، كنت حابة أخذ أتعلم أكتر. المشكلة كان إنه جهاد زوجي مهنته ما بتسمح لي يترك البلد، لذلك كان عندي أوكي ما بنقدر نترك البلد، لحنضل عايشين هون. كنت حاول قدر المستطاع غير أشياء بسيطة حوالي، بس ما كنت رضياني من جواتي لأنه ما في تغيير حقيقي بهالمجتمع. ولما أجا بشار الأسد وأسماء الأسد كان قلت أوكي ها يمكن في أمل، تعال هن وعدونا حسب الخطاب الأول اللي قالوا بشار الأسد أنه في تغيير، وكان عندي أمل. كنت من الناس يعني بقول أوكي هذا السقف، خلينا نغير، خلينا نعمل شيء. بعدين اكتشفت إنه هذا كله كلام، لأنه ما كان في تغيير جذري أبداً بسوريا. فلما أجيت أنا مشان أدرس بأمريكا، أجيت بوقت كتير حساس
جيت بعد بداية ثورة الأطفال بسوريا صار عندي شوية أمل بصراحة، لأنه في حياتي أنا ما حلمت أنه أفكر بثورة، طول عمري بحلم بالتغيير، بس طول عمري تبرمجت أنه يكون عندي سقف للتغيير. في حياتي ما حلمت أنه يكون في تغيير جذري بسوريا، لأنه كسورية ما عندي هالأفق. بس الأطفال لما عملوا ثورة، لما صاروا يحكوا كذا، قلت يمكن في أمل. بعرف كنت بذاك الوقت وصار عندي نقاشات كثير مع الأساتذة تبعي، أنه نحن بنعرف أوريدي المخطط والأجندة الروسية، ونعرف الأجندة الإيرانية، ونعرف التوازنات الدولية، وأنه كثير صعب تغيير النظام نتيجة قرار روسي إيراني بالحفاظ على النظام السوري، لأنه بيخدم الأجندة الإيرانية الروسية. هذا الشيء كان عقلي عم يقول لي أنه يا فادية كثير الوضع خطير، النظام مستحيل يتغير لأنه ما في إرادة دولية لحتى تغيره، والأجندة الروسية مصرة أنه تخليه. بس قلبي للحقيقة فيني اللي كان عم يقول لي لا، في أمل. قلبي كان فرحان أنه عم قول ممكن يتغير، طب خلينا نحاول. بعرف أنه نسبة الثورات بالعالم، نسبة نجاح الثورات بالعالم هي كثير نسبة قليلة، بس الأمل مثل ما قلت لك، الأمل بالحرية هذا حلم بداعب خيال الإنسان وبيحلم فيه. لما جيت على أمريكا جيت بقصد دراسي، بس كان عندي تصميم أنه خلص دراستي أرجع، لأنه كان عندي أمل أنه يكون في تغيير للنظام، تغيير سلمي. يعني معظم السوريين أستاذة فادية، خليني أوثق معك أيضا للمرحلة، ما كان في أي بوتنشال أو ما في نية أن يكون ثورة أن تنقلب إلى كل هذه الدماء التي سالت بحق الشعب السوري. يعني أن تطلب أن تكون حرا، هذا حقك المشروع، وأن تخرج للتظاهرات. يعني هذه المرحلة كما قلت سببت لك العديد من المآسي عندما هاجرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عندما رأيت كل هذه الدماء تغطي المشهد السوري، أصبتي بكآبة شديدة، كان علاج هذه الكآبة زوجك الأستاذ جهاد عبدو. نستكمل معك حوارنا الهام أيضا ومع الأستاذ جهاد بعد فاصل للإعلان. سوا على الهواء، سوا على الهواء، يأتيكم عبر أثير إذاعة صباح الخير. صباح الخير أمريكا. أمريكا من يوم اللي تكون يا وطن الموج، حين يصير الفكر في مدينة مسطحا كحدوة الحصان، مدورا كحدوة الحصان، وتستطيع أي بندقية يرفعها جبان أن تسحق الإنسان، حين تصير بلدة بأسرها مصيدة والناس كالفئران، وتصبح الجرائد الموجهة أوراق نعي تملأ الحيطان، يموت كل شيء، يموت كل شيء، الماء والنبات والأصوات والألوان، تهاجر الأشجار من جذورها، يهرب من مكانه المكان، يهرب من مكانه المكان. مقابلة صحفية في لوس أنجلوس تايمز قلبت حياتك أستاذ جهاد. صح، هذا الكلام صح 100%. هي ما قلبت حياتي بقدر ما هي قلبت أو كسرت جدار الخوف في قلبي، لأنه تعودنا نحن، أنا عشت في نظامين ديكتاتوريين، عشت بنظام الدكتاتور الأسدي والدكتاتور الروماني، رحت على رومانيا أدرس لمدة 6 سنوات، وكان بهذيك الفترة الرئيس والحاكم والآمر وكل شيء هو نيكولاي تشاوشيسكو. فاختبرت خوف المواطن السوري واختبرت خوف المواطن الروماني، وعرفت شو بتعمل الأنظمة الدكتاتورية. لما جاني إيميل مرة انه من سيدة بتشتغل بلوس أنجلوس تايمز، انه انا بدي اعمل مقابلة معك عن حرية او هامش الحرية في الدراما السورية، في النصوص، freedom of speech. فوقت اتفقنا والتقينا ببيروت، قالت انا ما بقدر فوت على سوريا. ليش ما بتقدري؟ قالت لانه النظام منعنا. قلت له طيب نلتقى، انا طالع على بيروت، كنت وقتها عم حول مصاري لزوجتي، لانه كان ممنوع لي كمواطن سوري اني طلع مصاري من سوريا تحويل، وهذا الشيء كمان لازم نفكر فيه، يعني كمان اقتصاديا هذا الخناق او الحصار الاقتصادي للمواطن السوري ما هو سهل ابدا، لانه لقمة العيش هي.
مهم، فالتقينا وحكينا كتير عن هامش الحرية بالدراما السورية وكيف كان النظام يستخدمها لا يقول للمجتمع الدولي انه ليكو انا عندي ديمقراطية الناس تحكي اللي بدها اياه. قلت لها نحن الناس تحكي اللي بدها اياه على التلفزيون، الممثل بيحكي اللي بدها اياه، لكن على ارض الواقع تسترجي ترفع نظرة تسترجي. وانا قلت لها انا مسؤول عن هذا الكلام. لما شافتني متحمس وعم بحكي بكل قوة وكل ايمان بالكلام اللي عم بحكيه، قالت لي طيب شو عم يصير هلا على ارض الواقع؟ قمت انا وقتها مثل ما بيقولوا نشف الدم بعروقي، قلت لها ما فيني احكي، سكري المسجلة. وسكرت المسجلة وحكيت اللي بقلبي، قلت لها واضح بكل بساطة وبكل هذا شفافية انه الجيش والمخابرات والقصر الجمهوري ورئيس الجمهورية هن المخططين لكل هاي الاعمال العنفية اللي قابلوا فيها المتظاهرين والى اخره. وقلت انه اسماء اصدقائنا المعتقلين، وسميت واخترت اسماء من غير المسلمين طبعا، من العلويين، من اصلي من غير السنه، من العلويين والاسماعيليين والمسيحيين والدروز، وجبت نماذج كثيره. وهذا الشيء اللي كان النظام عم يتستر عليه بهذيك الفتره، انه نحن ما في عنا معارضين الا من المسلمين السنه. وهذا الشيء كان يألمني جدا، لانه اكره ما على الفنان هو ان تطمس الحقيقه امام اعينه، لانه نحن مهمتنا بهاي الحياة، مهمة الفنان أو الأديب هي الرقي بالمجتمع وكيف ترتقي بالمجتمع، تعكس الحقيقة وتطرح حقيقة بديلة أو مجموعة حقائق بديلة تدفع الناس لحتى تسلك طريقها باتجاه تلك الحقيقة أو تلك الحياة. كان عندي ألم شديد إنه كيف أنتم عم ليش منعتوا الصحافة العالمية إنه تفوت على سوريا؟ فحكيت اللي بقلبي، قلت له بس رجاء أن هذا الكلام بيني وبينك مو للنشر. ثاني يوم نشرت كل شيء قلته مع اسمي باسمي الكامل. طبعا الرعب اللي صابني، بحكي لك يعني أنا صرت صابتني حالة تعرق بارد، وصار يحمر يعني مثل ما بيقولوا هيك يهبدني، وصابتني نوبات من الخوف والرعب، وتخيلت حالي معتقل وعم بنضرب وعم بتبهدل وعم بنضرب كفوف وعم بنجلد وإلى ما أنالك وعم بنحط على الكهرباء. بغض النظر يعني عن أساليب التعذيب، بس هي مجرد أنه واحد يتصل فيك ويقول لك مطلوبة للفرع الفلاني للتحقيق تكفي لحتى الواحد يتخيل شو بده يصير معه. الحالة اللي عشتها هي الحالة اللي عاشتها زوجتي فادية لما كانت بأمريكا عم تدرس وشافت المقابلة على الانترنت، وكانوا وقتها بلشوا يتصلوا فيني انه بدك تطلع على قناة الدنيا وتعتذر من الشعب السوري وتمجد الرئيس وتمجد الجيش وكذا. ورغم هذا الشيء كمان هذا، بس انا بعتبر انه هذيك المقابلة هي اللي كسرت، عفوا من هذا الكلمة، الطب اللي بده يصير يصير، اللي عم يتعذبوا بالسجون مالهم احسن مني، هذول الأطفال اللي صار فيهم كذا وكذا مالهم أحسن مني، ميشيل كيلو ولا فارس الحلو ولا ميسكاف ولا الأسماء طويلة يعني والقائمة طويلة كثير. فنانة كوكش اللي خرجت مؤخرا من سمر كوكش مؤخرا يعني بعرف 5 سنين اعتقلت. نعم 5 سنوات، لأنها وزعت خبز على الناس اللي هربت من القصف، وأخذت بنت عينها فيها مشكلة أخذتها على المشفى، فهي اعتبرت أنه هي عم تساند الإرهاب. إذا بمفهوم العالم إذا أنا بدي أقبل الرواية الروسية أو رواية النظام وآمن فيها وسكر المعرفة، فأنا شو وظيفتي بهالحياة؟ هل أكتفي؟ أنا عقلي، أنا عندي عقل جبار، إنسان عنده عقل جبار وعنده ضمير وعنده قلب بغطي على الكرة الأرضية، أنا أكتفي برواية تشوه الحقيقة وبمشي فيها؟ شو ما كانت الرواية، إن كانت إيديولوجيا ولا كانت دين ولا كان شو بدك ولا كان أي شيء، أنا بكذب على العالم كذبة وبخليهم يقاتلوا مشانا ويموتوا مشانا. يعني أنا عندي نقطة أستاذ جهاد، من طلعت من سوريا والإنسان كما قلت ابن بيئته، تتفتح مداركه بيقدر يستوعب. يعني انت بتعيش في لما عشت فترة طويلة في الولايات المتحدة الامريكية، خلق لي مجال الحرية اللي انا بتمتع فيها، انه يكون الانسان فكره حر اكتر. دايما الحرية، المناخ الحر، تقدر انك انت تطلق لخيالك العنان وبصير بتفكر بحرية اكبر، بتشوف تطلع خارج البوتقة اللي انت كنت عايش فيها. انا في عندي سؤال دايما كنت اسأله وستل عم بسأله لكل الشعوب العربية، لماذا
لماذا نؤله الحاكم؟ لماذا نؤله الحاكم يا أستاذ جهاد؟ يعني إحنا عنا التأليه للحاكم غير أنك أنت مستحيل تطاله، مش بس من الحاكم نفسه ولكن من الناس نفسهم. يعني الدفاع المستميت عن الحاكم مشكلة كبيرة كتير في مجتمعاتنا العربية. هجاوب بكلمتين وحأترك الكلام لفادية تحكي. نعم. لأنه تحكي هي، أنا بحكي مشاعري هي بتحكي علم. لما جيت لهون قال لي واحد، أنا كنت عم وزع بيتزا، كنت عم بشتغل بمحل دومينوز عم وزع بيتزا، موظف معي قال لي ليش ما بتكون رئيسكم؟ والله باينته هيك إنسان ظريف ومو مبين عليه أنه شرير وزوجته حلوة كتير. قلت له قد يكون، وقد يكون إنسان فهيم رئيسنا، بس إذا أنت بتقبل أوباما يحكمك 50 سنة، أو إذا بتقبل أنه أي رئيس أمريكي مهما كان عظيم وعبقري انه يحكمك هو وبعدين ابنه وبعدين ابن ابنه، وقتها بنحكي بهذا الموضوع. فصفن هيك قال لي العمى، العمى طبعا قالها بالانجليزي والكلمه ما بتنقال. قلت له هذا اذا افترضنا انه هو افضل رئيس في العالم. هلا انا راح اترك الدفه لفاديه لانه عندها كلام اكاديمي، يعني عندها كلام مختلف. تفضلي سيده فاديه. سؤال دائما انا عم بساله، ليش دائما نحن نؤله الحاكم؟ ليه دائما بنخاف على الكراسي كشعب؟ يعني نحن معظم الشعب اللي هو عم يدعم، عم بوصل الحاكم الى مرحله الالوهيه، ما فيك تمسيه، ما فيك تحكي عنه. هذه الحاله التي نرسمها للحكام من اين اتت استاذه فاديه؟ هلا اول شيء انا بدي اقول للعالم كلهم، اول شيء ما تزعلوا من بعض. هذا التصرف او انحياز الناس لمجموعه من الافكار ما بتيجي بين يوم وليله، في عمليه برمجه دماغيه للشعوب بتبلش من لما بفوت على المدرسه، من التلفزيون الى اخره. كل هدول وسائل الاعلام الماجوره المدفوعه كلياتها هي وظيفتها هي تشكيل افكار هذا الشخص. بقى لما نحن بنسال هذا الشخص، يا الله شلون هيك ما عم يشوف القتل؟ شلون بأيد قاتل؟ شلون بيعتبر هذا القاتل عنده مبررات للقتل؟ ليش بيأله ديكتاتور؟ كله هذا له أسباب، ما بتجي هي الفكرة بين يوم وليلة. هذا شيء مخطط له وعم ينشغل عليه إعلاميا بشكل بروفيشنال مثل ما بيقولوا. الناس لما ما بتعرف المبادئ الأولية للتفكير، المبادئ الأولية للمنطق، وما بتعرف تستعمل هي المبادئ لحل أي مسألة إنسانية أو مسألة اقتصادية أو مسألة سياسية بتواجهها، طبيعي إنها تنحاز لأشياء غير منطقية. لما بتسألوا ليش، ما عندهم تبريرات منطقية، في عندهم بس تبريرات هو هذا النظام الإعلامي بيعطيهم إياها بالمعلقة. هي التبريرات اللي بياخذوها هي تبريرات لا لها علاقة بالمنطق، هي تبريرات بتنشغل أول شيء على الخوف اللي عند البشر. دائما بيلعبوا على فكرة انه يا بتوقف معي يا انت بتنتهي. الطريقة الوحيدة لانت تعيش لازم تتبعني وتألهني وانا بحميك. الطريقة الوحيدة لحتى انت وعيلتك تعيش بسلام لازم تبرر القتل اللي انا بساويه. اذا هي البرمجة اللي ببرمجوا العالم فيها، والعالم بتفكر انه هي عم تتبع طريق الخلاص الوحيد، وبتتبع هذا الحاكم أو هذا الإنسان اللي عم يبرر القتل بشكل أعمى. إذا ما بيصير نحن نلوم هدول العالم، شو لازم نعمل؟ أنا برأيي لازم نقلهم إنه في مبادئ أساسية بالحياة، إذا نتبعها. هي المبادئ هي مبنية على المبادئ الإنسانية. لازم أي موضوع بينطرح علينا قبل ما نصدق أي قناة، قبل ما نصدق أي طرح، قبل ما نصدق أي إنسان بهالدنيا، المفروض نحط كل شيء عم يحكي بميزان اسمه ميزان العدالة، اسمه ميزان الإنسانية، وبعدين نحكم لحتى ما يكون مغرر فينا. هذا اللي نحن واجبنا نوصل العالم، لأنه هي الطريقة الوحيدة لبناء فكر إنساني مبني على العدالة. هي الطريقة الوحيدة اللي تخلي الناس. ألم يلعب الإرهاب أستاذة فادية أنه الثورة السورية قتلت بسبب أن جرى تسليح المعارضة، كما يشير البعض أن عندما اتجهت الثورة السورية إلى العنف
بدأت تفقد مصداقيتها، بدأت تفقد الداعمين لها، بدأت تظهر الجماعات إرهابية، ربما هذه داعش، نصرة، الجماعات التكفيرية، كل هذا ربما جعل من ينظر بشفافية إلى الوضع السوري وثورات أخرى. أننا لا نريد أن نفضل الحاكم، أن نؤله الحاكم أن يكون هو الحاكم بأمره في بلداننا، على أن نصل إلى هذه الفوضى التي نشهدها الآن نشاهد. أريد أن أوثق معك مرحلة قبل أن ننتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية. يعني يتم بشكل ممنهج استهداف الأبرياء في الغوطة الشرقية. العجيب والغريب، دعك من الأمم المتحدة والمؤامرات والأطماع من كل الأطراف، لكن أين هو التعاطف العربي فيما يجري في سوريا؟ أستاذة فادية، لم أرى أي تعاطف إلا القليل جدا مع أبرياء الغوطة. كيف تفسرين هذا؟ كيف وصلنا إلى هذه المرحلة من الوحشية أننا لا نتعاطف مع أبرياء؟ لا، دائما بالعلوم السياسية والعلوم الاجتماعية دائما لتفكيك أي حركة مدنية دائما شو بتلجأي؟ بتشوهي هاي الحركة المدنية. إذا بتحللي أي صراعات تمت حول العالم، كيف بتلاقي الناس اللي بيواجهوا هاي الحركات أول شيء بيعملوا بيسيطنوا هاي الحركات، ثاني شيء بيمارسوا عنف اتجاه هاي الحركات وبيسهلوا تمرير السلاح وبيزرعوا ناس ضمن هاي الحركات لينادوا بالعنف وبالتسليح. هاي أسهل طريقة لتفكيك أي حركة مدنية بتواجه أي نظام حكم بالعالم، وهذا تكنيك معروف عالميا بالعلوم السياسية، لا جديد ولا مخترع، دائما بيستعملوا، ما عنه شغلة جديدة. هلأ المقتل النواب السوريين ما عرفوا انه هذا التكنيك عم يستعمل ضدهم، انزلقوا نتيجة العنف الشديد للعسكرة، ايدوا هذا الشيء، وهم ما عم يعرفوا انه هذا هو مقتل اي حركة مدنية ثورية واي شراك اجتماعي. لان الناس مثل ما قلت لك، ناس بسوريا بسطة، ناس بسوريا ما بيعرفوا هالألاعيب السياسية، ما بيعرفوا انه في دول كبرى وأجهزة مخابرات كبرى وراء أجندات كبرى في سوريا، ومين استعملوا؟ الشعب السوري المسكين اللي حرام آخر شيء تمارس عليه كل أشكال العنف لحتى يتشوه، لحتى يشوهوا صورته، لحتى يجروه لفخ التسليح، لحتى يبرروا قتله. لأنه مثال، إذا أنت عندك شخص عم يهددك بأنه يأخذ الكرسي من تحتك، بدك الناس يوقفوا معك ضد هذا الشخص، أول شيء بتعطيه مسدس، بيقول لك جاي بمسدس بده يخلصني الكرسي. بيقوم الناس قبل ما يشوفوا إذا هذا الشخص معه حق ياخذ الكرسي ولا لا، عشان يطلعوا على المسدس. المسدس طبعا. إذن هاي هو التكنيك البسيط اللي استخدم لقتل الثورة السورية. ثانيا أنا بقول للسوريين، أي حرب نحن الخسرانين فيها، أي قتل نحن الخسرانين فيها. تذكروا ولا تنجروا وراء أي نداء بنادي بقتل وإقصاء أي شخص مين ما كان يكون. المسؤول عن القتل هو رؤوس هاي الحرب، هدول هم المسؤولين عن قتل الشعب السوري، ما حدا تاني. المدنيين ما دخلهم وما هم مسؤولين، لازم ننبر أثرهم تحت أي ذريعة، ومهما صورونا أنه الحل الوحيد هو القتل، هذا غير صحيح. الحل الوحيد هو مو القتل، الحل الوحيد هو أنه نحنا ما نهدر ولا نقطة دم سوري. الناس اللي عم يموتوا يوميا هدول أطفالنا، هذا مستقبلنا نحن عم نقتله. لأنه متى ما بلش العنف هو عجلة. إذا هلأ أنا مفكرة حالي ماني ضمن الدائرة تبع القتل، مستقبلا أنا لحكون. متى ما بلش القتل هو عجلة، إذا ما متت هلأ أنا بعدين لحموت. لازم نفهم أنه أي شخص عم يموت دمه سوري كأنه ابني مات، بغض النظر هو بأي طرف، بغض النظر مين هو أهله. لازم نفهم انه هاي اللعبة كبيرة ونطلع منها، وما نأيد القتل تحت اي ذريعة وتحت اي تبرير، لانه اي تبرير هو فقط لقتلنا كشعب سوري. هاي ندائي لكل العالم انه ما يصدقوا اي انسان مين ما كان يكون ببرر قتل اي انسان تاني، هو انسان عنيف، هو انسان يعني هدم المجتمع السوري، يعني هدم مستقبلنا. سوا على الهواء. سوا على الهواء. ياتيكم عبر اثير اذاعه صباح الخير امريكا. من يوم اللي اتكون يا وطني الموج.
نستكمل معكم هذا اللقاء الشيق مع النجم العالمي جهاد عبدو والفنانة التشكيلية والحقوقية فادية عفاش يوم الثلاثاء القادم. هذه ليلى الحسيني تحييكم، إلى اللقاء.